هذا في طريق تمول من مدينة ماتلة صخرة جميلة جدا يبدو من بعيد تلك الصخرة الجميلة وهذه أشجار ملتقطة ومتكاتفة مدينة أرنكل في منطقة ماتلة. هذه قرية بين مدينة ماتلة ومدينة ناولة. ترون هناك الصخرة الجميلة والطقس جميل اليوم. الذين يعطون من جميع أنحاء العالم يحبون هذه المناطق الخلابة الجميلة الرائعة.